تحية وسلام. أعيد نشر هذا الشريط الذي رآه الكثير وكل من شاهده تمنى أن يدلي برأيه. هذا البعار إبواغ الذي يعيش من جمع المتلاشيات أو النفايات أو المخلفات لدى الشيء، والذي دافع عليه الفاعل الجمعوي البيئي إذ يساهم عادة في التنظيف، هنا تأمره النفس الأمارة بالسوء أن يأخذ غطاء بالوع معدني حديدي، وهذا ليس من حقه ليبيعه لأصحاب الخردة أو لافيراي كما يقال، بل يغطي الحفرة بورق مقوى أو كرتون لتصبح فخا. هنا في هذه الحالة سيسقط فيه طفل صغير. هذا ما ظهر لنا من جبل الجليد أو التلج، وما خفي كان أعظم. مثل هذا الزبال أو الزبال بتفخيم الباء من الزبلة كثير، نراهم يعبثون بالحاويات ويسقطونها ويكسرونها ويفرغونها ويتركونها وسط الطريق، طريق ويأخذون ما يريدون ويتسابقون ويتشمكرون. وهناك من يربي ماشية تباع في الأسواق وفي عيد الأضحى تتغذى على نفاية عضوية غير مراقبة، قد يكون فيها ما لا تتصوره أفكار أو ما لا يتصوره دماغ بشر من التأثيرات السلبية على صحة المواطن وعلى صحة تلك الماشية. نحن لا نريد قطع أرزاقهم، ولكن حبذا لو سطرت كل جماعة برنامجا يؤهلهم أو ينظمهم ويكونهم ويحسسهم أو يردعهم أو هناك احتمالات كثيرة، حتى لا تستمر مثل هذه أو مثل هذه المهازل. وهناك مهازل أخرى حتى لا تستمر سنثيرها جماعة في التعقيبات والتعاليق، لغاية واحدة أن يستمتع المواطن بحقوقه سواء كان بوعارا يعني زبالا مثل هذا الجاني أو أصدقائه الأسوياء، نحن لا نعمم، أو غيرهم من المواطنين. مثل هذا الموضوع أثير عدة مرات في الإعلام أو على السوشيال ميديا يعني فيسبوك وغيره. أظن أن الوقت حان وآن الأوان لوضع حد لمثل هذه السلوكات، ونحمد الله أن العيون الرقمية أصبحت تفضح مثل هذه الخروقات، لتساهم التكنولوجيا بدورها وبدور المراقب وتشخيص الداء من أجل الدواء. إذن هنا نحن لا نبحث عن الفضيحة أو البوز. وختاما، يبدو أن الموضوع لا يهم حاضرة دون أخرى، فالوضع شبه عام ويستدعي منا جميعا كمواطنين الإدلاء بأصواتنا من أجل تغيير نحو الأحسن، إيجابي نحو الأفضل. مستمعي الأفاضل، دمتم بخير.